الحال قوة ثاربة لهذا الشباك إيكار كاسياس. كرة يسارية أرجنتينية، ليو ميسي يطالب بالمسافة القانونية، والحكم ديلغادو فيريرو يثبت جدار الريال. ميسي كورتو قد تأتي على يسار الحارس إيكار كاسياس، على يسار الحارس إيكار كاسياس، على يسار الحارس إيكار كاسياس. ليو ليو جول 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 أسطوري الدار، والكرة كما قلت على اليسار، هو مرعبهم، هو مخوفهم نجم الكرة الأرجنتينية يا سادة. وهدف العادة ليو ليو وحده وحده. قلت مشاهدينا الكرام على اليسار على يسار على يسار إيكار كاسياس، وكان ليو في الميعاد يا حبيبي في الميعاد. برشلونة يعود من بعيد، برشلونة بكل القوة والتقدير، برشلونة بالعسبقية بالكرة المثالية يدك الحصون المدريدية، هي الأقدام الأرجنتينية. يا سلام، هذه هي الكرة، شوف الصورة، دلال الدلال، جمال كل الجمال، خيال الخيال، يسارية أرجنتينية في أجواء غير عادية. شيء كبير يا عمري، شيء كبير يا عمري. كريم كريم يغادر الميدان في هذا الرهان، وصول الأرجنتيني جونزالو إيغوين. أشهى الليلة يا سادة، أشهى الليلة. وليو ميسي كالعادة، هدفان للأرجنتيني يقابل هدف كريستيانو رونالدو، الدوري البرتغالي. ولح رونالدو، أشعلها ليو في هذا الكلاسيكو. هذه الكرة يا سلام، ليو السلطان حاكم الزمان والمكان، ليو القدير والقصير والمكير، يدك الحصون المدريدية في أجمل الأوقات الكروية الكتالونية. ترجع كرة لإي أندريس إنيستا، أجواء احتفالية مشاهدينا الكرام، نارية نارية نارية. تيتو فيلانوفا مدرب البلاوغرانا على موعد مع التاريخ في حالة بقاء هذا الانتصار داخل الديار. 7 انتصارات على 7 مباريات يا ناس. وهذه الكرة، والحكم يطلب اللعب. ترجع هجمة مرتدة للريال، إيغوين يخسر الحوار. أوه، تدخل قوي من الأرجنتيني إيغوين، وتوترت الأعصاب يا ناس، توترت الأعصاب منذ البداية بين إيغوين والبقية. نار 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 يا حبيبي نار في حوار الكبار مشاهدينا متابعينا. هذه اللقطة، بيدرو رودريغيز مرة أخرى بكامل الامتياز، بركان غليان في مدرجات الكامب ناو. سيس فابريغاس الذي يغادر وأصبح غير قادر أنه يعطي الإضافة، ووصول أليكسيس سانشيز كما توقعت كذلك. ترجع كرة رونالدو، رونالدو يكسب المخالفة بتحديات كبيرة لنجم الكرة البرتغالية أمام مونتويا. كلاسيكو من نار، كلاسيكو رهيب مخيف مفزع، مذهل من ميسي، مذهل من رونالدو في ليلة المواعيد في أجمل عيد الكرة العالمية. مسعود أوزيل قد يغادر ويأتي ريكاردو إيزيزان كاكا. ريكاردو قد يأتي في مكان لمسعود أوزيل. ترجع كرة طويلة من أجل تشابي ألونزو، والتغطية رائعة ومثالية من جوردي ألبا. استفاقة جماهيرية كبيرة لجمهور بلانغرانا. إيغوين لسامي خضيرة، بيبي، الضغط من إينيستا، من ليو ميسي. لما كلاسيكو يكون فيها المسجل ميسي من جانب برشلونة ورونالدو من جانب ريال مدريد، ماذا يمكن أن نقول؟ عملية خذوهات رائعة جدا. مسعود أوزيل، أوزيل يوزع، ولكن ماشيرانو في التغطية والركنية مدريدية. انتفاضة الأبيض الملكي حاليا مشاهدينا الكرام. مسعود أوزيل، صعود راموس لبيبي، كريستيانو رونالدو يريد التعديل،
التوزيع في نقطة الجزاء بقصية ازدواجية رونالدو لم ينجح فيها، إصابة تبدو على مستوى الكتف لكريستيانو رونالدو. سلامات سلامات رونالدو، صنع الآهات والتفاعلات، أراد هدف غير عادي بالمرة. مورينيو يفكر في التنشيط الهجومي، مسعود أوزيل بعيد كل البعد في هذا اللين، مسعود أوزيل أرشحه للمغادرة لياسر السلساو البرازيلي ريكاردو إيزيزون كاكا. مارتشيلو والأعصاب يا ناس، الريال في موقع دفاعي الآن. عودة لإيكير كاسياس، كاسياس يلعب الليلة مباراة رقم 630 مع ريال مدريد، رابع أكثر من لاعب للريال بعد راول غونزاليس بلانكو 741 ماتش، بعد كذلك مانويل سانشيز 710 مباريات، وكارلوس سانتيانا 643 ماتش. ممتاز الكرة، جول جول، هو مرعبهم، هو مدمرهم، نجم الكرة البرتغالية يا سادة. وهدف رونالدو كالعادة، رونالدو 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 يطير كالتورنادو، رونالدو الفتاك من جديد يمزق الشباك، رونالدو الذي ينسع منافسيه كالنحلة الليلة يمتع ويلعب أحلى وأحلى. التعادل مشاهدينا متابعينا، مباراة تاريخية بين ميسي ورونالدو، ليس هنالك تسلل، أدريانو بعدم التخصص في دفاع الخط يقضي على أحلام الدفاع الكتالوني. هات فنونك يا رونالدو، اكشف جنونك، هذا الفن عليك يجنن يا برتغالي يا متحدي. هدفان لهدفين، اشهى الليلة يا عمري اشهى الليلة.